سلام للسلام. هنا حيث هجرها العالم والأمان، سكنها الإيمان بالله والقرآن، حملت بين حجرات قلبها أربعة أطفال، ومصير خامسها الغياب. تبرعت بجزء من جسدها لتصل الأرحام. لم تعلم ما حالها بين الناس سوى أنها على قيد الحياة، تبيع من خيرات الأرض لتطعم أطفالها. قاعد أشتغل بالخيار والبندور وما أقدر أشتغل، عندي أربعة أطفال عمر 9 بنيات صغار والولاد الكبار 9 أعمار، وما أعرف حالي. أنا مطلقة وأرملة، ما أدري، ما أعرف حالي. إن شاء الله نظل هنا بأمان الله، إن شاء الله أن الله قربان عين وسامح، تسامح ونرجع على وطننا، نصير كلنا عرب واحدة. نفسي أطلع من المخيم، هوية أمنية، والله تعالج أتعالج بصحة بكل بيها رمل وبيها عندي قلب وليش. نعم. ما عندي حد يعيش مني، نفسي أطلع. رحت على خالته 6 وأنا بسجل ورجعت البيت، ضليت واقف على الدور للعصر، شوفتهم التقرير فوتوني على الدور، ونقول لي يا خالة مرفوضة، ما عنديش حد يشوفني، ما أعرف ليش رفضوني، وأنا برا عايش طالع بإجازة ما رجع 6 هاي إجازتي. مخيم الأزمة، حتى يوم ردنا يحطوا لي من يعرفون هاي أطفالي، هذا عمرهم 9 و9، والبنيات هاي عمرها 7، وأتمنى أعلمهم ويدرسون ويدرسون كل عربي ويسولفون أجنبي، وأحب يعني أن كنا يا العرب والتسامح ويد وحدة وغير شكل، وأحب الأمان، قلنا أمان لكل الدول. كله خصوصا هاي الحاويه الباكستاني والمصري والسوري ولا كل الدنيا بيها محطه. قاعد هنا اشتغل بالخيار وانطى الدكتور كشفي، جد اشتغل بالكوسه نوبتين، انا وبات اشتغل بس ساعتين وانا معلم على كيف نوبات 3 نوبات المجاعه صفحت توجعني، نوبات المي الضر، ما عندي حق مي الصح، عايش. كيف لامرأة كتلك أن تسكنها القوة والصبر، ولا زالت ثقتها بحمامة السلام لتنهي الحرب وتشرق شمس المحبة بسماء بلادها، لتلقي التحية على أزهارها، لصمتها كلام وعينيها تعم بالأحلام.